اليوم كثير من الأشخاص بيعتمدوا على أنظمة غذائية للوقاية من الشيخوخة يلي ممكن تكون بداياتها وأسبابها سلوكيات خاطئة بنظام حياتنا، لهيك اليوم كثير مهم عفاف التوازن بالنظام الغذائي لمختلف الأعمار بعيدا عن الشيخوخة ومشان الحيوية والشباب أكثر. صحيحة هايدي، واليوم كمان أجريت دراسة مؤخرا ولمعرفة العلاقة بين الغذاء والتوازن الصحي وبين الشيخوخة، وهي الدراسة أجريت على 1500 شخص بتتراوح أعمارهم بين 67 سنة و 84 سنة، وتوصلوا لنتيجة أنه في علاقة كتير قوية بين النظام الغذائي والتوازن الصحي بالحياة، وبين العلاقة القوية كمان أنه الإصابة بالشيخوخة كتير ممكن تكون واردة إذا كان النظام الغذائي خاطئ وسلوكيات حياتنا خاطئة. فتوصلوا لنتيجة أنه نحن لازم نحقق هذا التارجت والتوازن، فكيف ممكن نحقق هذا التوازن يعني وناكل إشياء صحية وتخلينا على طول شباب وببشرة مشرقة، إن كان للشباب وللصبايا، حتى لأنه اليوم الشباب كمان عم يهتموا ببشرتهم. كثير من الأسئلة والاستفسارات رح تجاوبنا عليهم اليوم اختصاصية التغذية جيسيكا الحوش. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح النور، يسعد صباح الخير جيسيكا، أهلا وسهلا فيكي. بداية نحن بنعرف أنه التغذية هي الركيزة الأساسية اللي بيبنى عليها جسم الإنسان، خلينا نوضح بداية قديه ممكن النظام الغذائي اليومي فعلا يؤدي للشيخوخة ويسبب لنا مشاكل صحية. أوكي، هلا البداية بدي أقول أنه نحن ما بنقدر نهرب من فكرة التقدم بالعمر كرقم. أكيد نحن أكيد رح نكبر بالعمر، بس نحن بنقدر نعمله أنه نحن نأخر من ظهور العلامات والتغيرات اللي بتصير بجسمنا مع الأيام. أوقات كتير منقابل أشخاص عمرها 60 سنة مبين عليها 40 سنة. صحيح. والعكس تماما. طيب شو السر يا ترى؟ المعدة هي أي شيء بدخله لمعدتي أنا رح ينعكس على صحتي وعلى بشرتي. أوكي؟ من هي الجملة نحن بنعرف قديش مهم الأكل، قديش مهم أنا أعرف شو عم باكل، شو عم دخل لمعدتي، قديش في عادات غذائية غلط أو في أكلات غلط نحن بناخدها بنظامنا اليومي ممكن تبين علي الكبر عبكير، ممكن تبين علي الضعف. طيب خلينا نبلش بهي الأخطاء. يعني اليوم نحن ممكن مثل ما حكيتي أنه المعدة هي البوابة لحتى أنه توصل لكل شيء، حتى لحالتنا النفسية وبالتالي على بشرتنا. طيب ممكن يلي بسمع الحكي بيقول لك أنا معناتها رح أكل الأخضر واليابس وكل شيء بيجي قدامي رح أكله، شو هي أحد الأسباب الخاطئة كتير يلي ممكن تسرع اليوم من الشيخوخة؟ أوكي، هلأ عندنا كتير عدة أسباب، بس يعني الأشياء رح نحكي هلأ. عندنا الأنظمة الغذائية بتكون عالية بالدهون المشبعة مثل المقالي، الفاست فود، هالأمور كلها، حتى عندنا السكريات المكررة، الحلويات، البسكوت، الشوكولا، اللحوم الباردة، يعني كل هاي الأغذية مصنعة أكيد وبتضر. عندنا التدخين أكيد، عندنا الكحول طبعا، كمان قلة النوم، قلة شرب الماء، عندنا كمان التعرض لإشعة الشمس، لأنه هي صح مفيدة، هي سلاح ذو حدين، يعني مفيدة بأوقات وما أنا مفيدة بأوقات لما نتعرض لفترات طويلة، لأنه الإشعة فوق البنفسجية بتولد عندي الجذور الحرة اللي هي بتسبب لي شيخوخة الجلد. كمان في عندنا سبب هو طبيعي، يعني أنه نحن بالتقدم بالعمر بيقل إفراز الكولاجين. شو هو الكولاجين؟ هو عبارة عن بروتين طبيعي بيفرزه الجلد لحتى هو يحافظ على نضارة البشرة وترطيبها ويقيم الشيخوخة، يعني هيك بيقل إنتاجه بالتقدم بالعمر. شو كمان لسه عن أسباب؟ تقريبا هي الأشياء الأسباب يعني. طب اليوم كتير بيقولوا لك أنه أنا بدي نظام غذائي يومي صحي كرمال حارب الشيخوخة، شو فينا نعطي اليوم أمثلة ونصائح من وجبة الفطور ونحن ماشيين؟ اوكي، هلا نحن فينا نحكي عن شيخوخه البشره اكثر. اول شيء كثير مشكله شائعه، نساء رجال كله بيبحث عن هالموضوع، كيف يقي جسمه من هي الشيخوخه او العلامات التجاعيد. بدي احكي اول شيء بالدرجه الاولى هي المي، يعني كثير كثير مهمه لحتى تحافظ على الترطيب وتقيني من التجاعيد وتاخر التجاعيد. اوكي، بمعدل من 8-10 أكواب مي باليوم هي كافية. عندنا كمان الرياضة أكيد والنوم المبكر. بدي أحكي هلأ شيء كتير حلو، أنه أغذية بديلة عن البوتوكس. ممكن ما حدا يصدق، بس هي عن جد مع يعني على المداومة إلى فعالية. عندنا الجزر، إذا داومنا على عصير الجزر
بشكل منتظم له أثر واضح على بشرتنا على صحتنا، لأنه بيحتوي على البيتا كاروتين اللي هو بيحميني من الأشعة فوق البنفسجية، بالتالي بيحافظ على نضارة البشرة. عندنا كمان البندورة، إذا أخذنا حبة متوسطة كل يوم من البندورة يعني بتغنينا عن كريم النهار. أوكي، البندورة بتحتوي على اللايكوبين والتوماتين اللي هنا مضادات أكسدة، كمان بتحارب شيخوخة الجلد. عندي كمان بذور الكتان اللي هي بتحافظ على رطوبة البشرة، بتحافظ لي على رطوبة البشرة كمان، وبتحميني من الالتهابات ومن أشعة الشمس. كمان بتحتوي على الأوميغا 3 اللي هو بيعزز إنتاج الكولاجين. كمان في فكرة حلوة إنه نحكي أغذية غنية بالكولاجين، بما إنه إحنا حكينا كولاجين للبشرة أكيد. أغذية غنية بالكولاجين عندنا أكثر الأغذية هي اللي بتحتوي على الكولاجين هي الحاوية على فيتامين سي، اللي هي الحمضيات، الفليفلة، عندنا الفريز، الكيوي، الأناناس. كمان في فكرة مهمة بالأناناس إنه بيحتوي على البروميلين اللي هو بيحافظ لي على لون بشرة موحد. أوكي، عندنا التوت كمان، كثير بنشوف المستحضرات التجميل بتحتوي على التوت. تمام، أكيد التوت بيحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين سي، بيحتوي على الريزبيراتول اللي هو بيحمينا من الأشعة فوق البنفسجية وبيقينا من شيخوخة الجلد. لسه كمان كثير من الأغذية، يعني بدي حاول أعطي أكبر فائدة للأشخاص اللي عم يسمعونا. في عنا كمان منتجات الصويا، مثل حليب الصويا، مثل فول الصويا، مثل الصوص حتى تبع الصويا، كمان كثير منيح للبشرة. تقريبا يعني هيك حكينا. خلينا ننتقل لعند السيدات يلي بيكبروا بالعمر ومن أعراض الشيخوخة عندهم كمان ترقق العظام أو هشاشة العظام، يعني بتصيب السيدات أكثر كمان. هون شو ممكن نحن اليوم نعمل لحتى نوقي حالنا من هذا المرض أو نأخره، أو حتى ممكن الغذاء يقدر يعالج هذا المرض إذا كان موجود؟ هلأ دائما لما بنحكي نحن هشاشة عظام، ترقق عظام، دائما بيخطر لنا شغلتين. تمام. كالسيوم، فيتامين د. أوكي، كتير يعني شائعة على مسمع الناس المنتجات الألبان تحتوي كالسيوم فيتامين دال. اليوم رح نحكي شوي أكثر عن أكلات هي بتحتوي على كالسيوم فيتامين دال. عنا مثل اللوز، مثل السردين المعلب بيحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم. عنا كمان التين المجفف، كمان بيحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي هي كتير منيحة كمان لصحة القلب. عنا كمان السمسم، كل معلقة من السمسم الكالسيوم اللي فيها بيعادل كوب من الحليب. طبعا امتصاص اللي بقلب الحليب اعلى لانه هو بيحتوي على فيتامين دال، بس هي لانه دال هو يعني بيثبت لي الكالسيوم بالجسم. اوكي، يعني هيك تقريبا حكينا شيء الناس يمكن ما كثير تكون. والتين المجفف كمان. طيب حكينا وعددنا كثير اليوم عن الاطعمه اللي لازم تكون موجوده اليوم بنظامنا الغذائي، خلينا كمان نوضح المشروبات. في مشروبات اليوم معينه لازم الواحد يبعد عنها اذا كان فيها سكريات اكثر، خلينا نوضح الموضوع. اكيد اي شيء بيحتوي على السكر انا برفضه رفض تام، لانه انا السكر بعتبره هو يعني سم للجسم، حرفيا سم هو للجسم، كثير بيعمل لي مشاكل كبيره. وطبعا الكحول غير انه هو بيأذينا، هو بيحتوي على نسبه عاليه جدا من السعرات ورح يسبب عندي دهون يعني كمان تحت الجلد. طيب كمان في اشخاص بياخذوا كثير من الاغذيه الصحيه وموجود فيها كثير من الفيتامينات والعناصر المهمه للجسم، بس بنفس الوقت ما عم يستفيدوا لانه عندهم سوء امتصاص بالفيتامينات والمعادن والعناصر. كيف نحن شو في عنا اغذيه ممكن تساعدنا غير الادويه لحتى تقوي من تحسن عمليه امتصاص الجسم لهي المعادن؟ هلا هيك ما في جواب محدد، لانه نحن كل معدن له شيء خاص فيه، وكل يعني هيك بنفوت بمجال خاص بالفيتامينات يعني او بالمعادن. يعني مثل ما حكينا هلا الكالسيوم يعني هو بحاجه لفيتامين د لحتى يثبته. في اجسام ما بتقدر تمتص هاي المعادن، في حل لهون؟ بصراحه يعني هو يعني موضوع كثير يعني كثير كبير وما فينا نتخصص فيه هلا هيك بكم كلمه يعني. طيب تمام، خلينا نوضح اكثر. اليوم انت اختصاصيه التغذيه وعم نحكي انه قديش الشخص لازم اليوم يتبع انظمه غذائيه بحياته كرمال تكون صحته افضل، لازم نعتمد هذا الشيء بشكل عشوائي لانه انا مثلا سمعت جارتي عملت هذا النظام الغذائي او فلاني عملت هيك، ام لا انا لازم اليوم استشير اختصاصي تغذيه كرمال يعطيني النظام الغذائي المناسب لي ولحالتي؟ طبعا اكيد ما في حدا ابدا يمشي على نظام جارته ولا
لجارته اكيد طبعا لا، نحن بنخصص كل نظام غذائي لشخص بيكون محسوب السعرات لهذا الحدا. طبعا في كثير اشخاص مثلا مع امراض نحن بنلغي له بعض الاكلات، ممكن نحط غير اكلات، طبعا اكيد ممنوع، ولازم يكون نظام غذائي صحي متوازن من كل الاكل، من كل الاساسيات مثل الكارب مثل البروتين مثل الفات كمان. نحن ما نلغي ولا عنصر منهم. تمام. طيب كمان خلينا شوي هيك، حكينا عن انه بناكل للمعده، شو اليوم ممكن نطعمي بشرتنا؟ يعني نحط على وشنا مواد غذائيه موجوده عندنا بالبيت. مثل ما حكينا هلا، انا بفضل دائما نحن ماسكات وقصاص وهيك. هل انا بصراحه ما بفضل اكثر، انا بفضل قد ما حطينا من الماسكات وهالقصص كلياتها نحن عم نعالج الموضوع بشكل سطحي. تمام. نحن عم يعني الوقايه قليله، نحن فتره قصيره، بينما ان نعطي نحن اغذيه هي تفوت داخليا وتعطينا الانعكاس للخارج، هي بتعطي اكيد يعني الوقايه الامد الاطول. بما انه ذكرنا موضوع الماسكات، اليوم بتلاقي كثير من الصبايا ان كانوا صيدلانيات او بيهتموا بالتجميل، بتلاقيهم بيعملوا مستحضرات تجميل بتكون مصنوعه طبيه او من مواد طبيعيه، هل هي ممكن تكون عن جد اليوم مفيده ولا لا؟ هل الواحد يعتمد عليها؟ هلا اكيد هي ما فينا نذكر انه هي ما أنا مفيده، اكيد هي مفيده، بس انا كاختصاصيه تغذيه اكيد بدي احكي غذائيا وتغذويا كيف، لانه انا بدي اعطي الشيء يعني طويل الامد، ما بدي اعطي شيء بس اني انا كل فتره. اصلا هي كثير مكلفه كمان، يعني بايامنا هي كثير مكلفه، هي قد ما انا عم عالجها فتره قصيره ويرجع هرمونات جسمي تتغير، يعني اذا ما عالجت الموضوع داخليا ما راح ينعكس على بشرتي. طيب كمان اليوم من اعراض الشيخوخه عنا الزهايمر او كثره النسيان، او كله بياثر على الذاكره كمان، شو في كيف فينا اليوم نحن نحارب هذا الموضوع؟ اوكي. هلا بالبدايه الدماغ بيتكون 60% منه من الدهون، اوكي، نص هاي الدهون هي الاوميجا 3. كثير شائع عنا انه الاوميجا 3 للدماغ للذاكره، طيب وين بنلاقي الاوميجا 3؟ بالاسماك الدهنيه، عنا التونه، السردين، السالمون، كمان بنحصل عليه من مصادر نباتيه مثل بذور الشيا والكتان ومن الجوز كمان. في عنا كمان مهم كثير لصحه الدماغ البروكلي. البروكلي بيحتوي على فيتامين كي اللي هو بيدخل بتركيبة الشحميات السفنجولية اللي هي بتتجمع بشكل كتير كبير بالدماغ، وهي كتير مهمة لصحة الدماغ. عندنا كمان القهوة، قهوة غنية جدا بمضادات الأكسدة والكافيين، مفيدة للذاكرة يعني. طبعا أكيد هي بتحسن اليقظة، بتحسن التركيز وبتحسن المزاج، بمعدل طبعا مو الأفراط بأخذها أكيد، من فنجانين لثلاث فناجين باليوم مو أكثر. عندنا كمان الشاي الأخضر والشوكولا دارك كثير مهمة، نسينا نحكيها وقت البشرة، كمان هي كثير مهمة للبشرة وكثير مفيدة للبشرة، بتحتوي على مضادات أكسدة. كمان عندنا اللي هو أنا بدي أسميه السحر، اللي هو موجود بكل بيتنا، هو الكركم. يعني البهارات الكركم، اذا نحن يعني هو مو بس مفيد للبشره وللذاكره، بيستخدموه بالطب الصيني لعلاج الاكتئاب، هو لالام المفاصل، لامراض الهضم، يعني عن جد سحر. ولحتى نحصل على اكثر فائده منه ناخده بهي الطريقه، ناخده على الريق، ممكن هي طريقه يعني احدى الطرق، نحن ناخذ انه ناخده كبهارات، بنحط معلقتين صغار، بنحط معهم معلقه صغيره زيت زيتون، وكمان بنحط معهم فلفل اسود، اوكي؟ كل هذا عند الصباح؟ نحن معلقة صغيرة يعني، كثير مفيد، والفلفل الاسود ضروري يكون مع الكركم لحتى نحن ناخذه بأكثر فائدة يعني. هلا ممكن هي النتيجة تساعد، هي القصة تساعد الأشخاص اللي كثير مصابين بالزهايمر، يعني ما عم يركزوا بشغلهم. هو بيقي من الزهايمر، وعن جد كثير مفيد لصحة كل هدول الاشياء اللي حكيناهم. هون بالختام بدنا نشكرك كثير اختصاصية التغذية جيسيكا الحوش، اهلا وسهلا فيك، اهلا نورتينا. شكرا لك واهلا وسهلا، شكرا كثير لكم.